الجمعيه اليوم كتعتبر من الجمعيات الكبيره في المغرب، يعني على بشهاده بزاف ديال لي بروفيسيونيل، بزاف الناس، بزاف المؤسسات. الو هذوك الشباب اللي كانت عندهم 19 عام وداروا جمعيه، اليوم كيسنيو شراكه رسميه مع وزاره الثقافه، اليوم هذوك الشباب كيسنيو شراكه رسميه مع الجماعه المحليه لمدينه اكادير، كيسنيو مع لا ريجيون، كيسنيو مع مؤسسات كبار منهم لايطا، منهم الهيئه العربيه للمسرح، منهم المعهد العالم العربي للثقافه في باريس. هذوك الشباب كانوا في امريكا، كانوا في كندا، كانوا في تقريبا في 25 دوله عبر العالم، وهذوك الشباب اليوم عندهم مهرجان كيتعتبر من المهرجانات الكبيره في المغرب واللي كتستقطب فنانين كبار. يكفي ان هذا المهرجان اللي اسسته هذه الجمعيه هذه تراسته نعيمه المشرقي ورشيد الوالي ومحمد الجم، محمد مفتاح، والدكتور عبد الكريم بن رشيد، محمد منجدي. شو تبارك الله هذه الاسماء كلها اللي قلت لكم، يعني احنا في الاول كنا كنشوفوها عبر التلفاز، واحد النهار ولاو رؤساء ديالنا. انا ثاقب فيكم انكم غديروا عرض زوين. خصها حاجه واحده مهمه جدا، هو يفو بورتي لا فوا، هضرنا عليها بزاف، يعني خصنا نوصلوا لا فوا ديالنا للناس، الناس ما كاينش يجيو عندنا. الوغ غادي اهم حاجه الدراري، ما نخافش عليكم، لا كونسونطراسيون اهم حاجه، نعاونوا بعضياتنا. لامبروفيزاسيون ما غنهضرش عليها، يعني خدمناها بزاف، نعاونوا بعضياتنا، كنلعب الدور ديالي وكنفكر في الدور ديال صاحبي. اوكي بالنسبه للبرنامج السنوي اللي كتسهر عليه الجمعيات يلاه الفيلم دار الثقافيه، هو كان من الاحلام تاعنا ان يكون عندنا واحد النادي مسرحي اللي كل سنه كيدخلوا ليه الشباب كيتقيدوا، كنديروا واحد الابواب مفتوحه، كيجيو بزاف الشباب تقريبا يعني المئات الشباب، من بعد كنكون واحد الكلوب اللي من خلاله كنديروا مشروع. والحمد لله عندنا كلوب ديال المسرح، عندنا كلوب ديال لا دانس ولا كوريغرافي، عندنا كلوب ديال ليفينمونسييل. علاش درت هذا الكلوب هذا؟ لان عندنا بزاف الشباب يقدر ما عندوش طموح يكونوا ممثلين، او ما عندوش طموح انهم يمارسوا المسرح، ولكن كيهتموا بالثقافه والفن. هاد الشباب هادو كيكون عندهم بعض المرات بعض لي تكنيك ولا بعض الحوايج اللي كيميزوهم هما في التنظيم، في التواصل، كتكون عندهم كفاءات كنشدوهم بهم باش كنظموا المشاريع ديالنا. وغالبا كيكونوا شباب كيقراوا دوطخو ميتيي بحال لا ميديسين، بحال لانجينيوري، وعندنا شباب تبارك الله دي فيتور ميديسان، دي فيتور انجينيور، وهما نيس كيديروا المسرح وهما كينظموا هذوك التظاهرات اللي كنظموا حنا. منها يعني النادي مسرحي كينتج مسرحيات او دي كوريغرافي فيما يخص النادي ديال لا دونس ولا الكوريغرافيا. با على سلامتك. الله يسلمك بنتي. زوين عندك هاد الجليلي با، جات معاك با؟ ما قلتيش ليا كي جاتك الاميره الدنيا زاد. دنيا زاد غزاله بحال ديما. دنيا زاد شنو؟ دنيا زاد، دنيا زاد، واش انا ما ندويش مع با؟ دنيا زاد اجي، دنيا زاد جلسي بزاف. كما كتشاهدوا معنا حنا في المسرح كنوجدوا العرض ديال المسرحيه شهرزاد تحكي عوده خربوشه. هذا العمل هذا ولا هذا البروجي اللي جا من بعد واحد لو ستاج، واحد لا فورماسيون درناها الشباب ديال الجمعيه، يعني اللي فريمون لمده 3 سنين بدينا هذا البروجي هذا. هاد الشباب هادو يعني خداو واحد التكوين اللي كنشكروا كاع الناس اللي سهروا عليه، فيهم بزاف ديال الاساتذه، منهم الاستاذه الهام مراد، منهم عبد ربي، منهم بزاف الناس اللي سهروا على هاد الشباب هادو باش يتكونوا وباش يفهموا المسرح وياخذوا دوك المقومات الاولى ولي باز الاولين ديال المسرح ويدخلوا المسرح بطريقه اللي هي سليمه. كانوا في بيلاروسيا في لو تياتر دو لا دراماتورجي بيلاروس في مينسك عاصمه بيلاروسيا، خداو التكوين لمده شهر، كانوا في فرنسا، كانوا في بولونيا، كانوا في بلجيكا، يعني داروا دي فورماسيون اترافيغ الشراكات اللي كنقوموا بها مع دول رائده في المجال المسرحي باش هاد الشباب هادو غدا يكونوا ان شاء الله فنانين كبار ويكونوا ناس اللي ممكن انهم يساهموا في التنميه ديال المشهد الثقافي والفني في البلاد. شحال صفيتي من سياد بلا شفقة وبلا تخمام، حرقتي الغلة وسبيتي الكسيبة، يا وصك تنسى كيف نعام، يتمتي الصبيان بالعرام. ويلي تبارك الله عليك الله خربوشة، تبارك الله عليك وصاف. هاي 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 ام فاشتين ها قال لكم سيدكم اخلصوا الضرائب اللي عليكم. سيدك انت وسيد اللي بحال الشر كل هنا وجن. قال لكم سيدكم راه عرسو قرب ودي الواجب اولا دق صحيح الراس غاد رجع لكم من دائما. بناء على التجربه ديالي استفدت بزاف من الجمعيه، كو سوا لي فورماسيون، المسرحيات، لي ماستر كلاس، الفيستيفال، اي حاجه كنستافد منها ودوزت معاهم دي زيكسبيريونس واعرين. كنبغي نقول لكم ديروا المسرح لانه اب الفنون واللي غينفعكم بزاف، ماشي كتكوين ممثل ولا شي حاجه باش يعطيكم شخصيه قويه وتحيدوا الطاقه السلبيه. كنصح الجميع يلتحق بالمسرح لانه مسرح حاجه زوينه. اش هادشي؟ انا
ياك لاباس اش واقع؟ جيت نشوف اختي مولاي. اش واقع عندي في القصر؟ الاول كنا كنديروا اون سيونس، كنا كنديروها في الويكاند سيونس بار سيمين. من بعد بدينا كنديفلوبيو ولينا كنديروا دو سيونس، يعني الويكاند سامدي ديمونش. من بعد بقى داكشي كيكبر شويه ودرنا واحد النادي مسرحي، بدينا كنخدموا ورشات مسرحيه اللي هي في المستوى. من بعد درنا تكوين احترافي الدار واقيلا جو بونس صافي دابا 3 ans باش الدار مع الاستاذه إلهام مراد. دارت لينا تكوين ديال المسرح ستانيسلافسكي، تياتر ستانيسلافسكي، داروا استفدوا منه بزاف ديال الشباب بمدينه اكادير. اليوم في اطار برنامج التنميه المحليه اللي كيشرف عليه جلاله الملك محمد السادس نصره الله، واللي عطى الانطلاقه ديالو يوم 4 فبراير 2020، العديد من المنشات الثقافيه اللي يمكن لها تحتضن هذه التظاهرات المسرحيه. والحاجه اليوم هو للطاقات، الطاقات اللي يمكن لها تملأ هذه الفضاءات. تعتبر دور الشباب كجسر تواصل مع ساكنة الحي، وتحقق تغذية ثقافية خصوصا للأطفال والشباب من خلال المسرح. سان اكزرسيس ديماجيناسيون ديال التخيل. اوكي، دونك عندنا لو بلافون، عندنا لو سول، عندنا هاد لو ميغ هذا كوتي جبنا سان، عندنا هاد لي دو كوتي هادو غادي نصبغوهم. كيفاش غادي نصبغوهم؟ Donc on va travailler l'imagination d'Yana. Donc à chaque fois qu'on a une branche de gros, le mur d'Yana, comme vous souhaitez le soir. Donc automatiquement, on va dire que je vais vous faire un soir, je ne sais pas où on va dire le mur d'Yana. Mais non, c'est pas la même idée. هاد الورشة كتعتمد على كيفاش جوست نبداو باللياقة البدنية ديالنا ونسترجعوا شوية ديال الذكريات ديالنا المسرحية، ونيت باش يدخلوا معنا في الجو المسرحي. دونك البرنامج اللي كنخدموا عليه هنا في دار الشباب هي ورشة ديال المسرح 100%، كتكون سواء المبتدئين أو لا لي بروفيسيونيل اللي ديجا عندهم مجال في المسرح أو عندهم فرقة مسرحية كيجيو كيدربوا معنا هنا في المسرح، يعني كيكونوا المبتدئين وحتى اللي المحترفين في المسرح. هذه راه هذه معروفه، كل واحد فينا عنده لو كلون ديالو، حنا تزادينا بان كلون ديالنا، كل واحد فينا عنده كلون. المسرح كيبقى كيبقى واحد الصوت اللي كنعبروا به حنا كشباب. ما يمكنش للشاب انه يتكلم الا ما كانش فوق الخشبه ديال المسرح، ما يمكنش انه ينفجر ويعبر على الطاقه ديالو كامله الا ما كانش فوق الخشبه ولا في وسط هذه الحصه هذه اللي كنسى بها انه انا رضا استاذ، خاصني نكون سيريو، خاصني نكون هكا. لا، انا هنايا في وسط كنكون بحال شي واحد باغي يتعلم، واحد الروح اللي كدور في هذه القاعه هذه ما عنديش دي ليميت. جو سوي سول. هاد الورشات هادو كيحاولوا يحيدوا علينا ستريس بزاف، يعني ملي كتدخل ما كتدخلش كبيرسون لهنايا، كتولي بيرسوناج الوغ كتحيد عليك هذاك ستريس كامل، كتحيد عليك اي حاجه كانت مديرونجياك. الوغ بحال قلت شي، المسرح كيعاون انه ينمي العقل، ينمي الذات ديالنا. بالنسبه للناس اللي كيراسلونا والناس اللي كيشوفوا الانشطه ديالنا، بزاف الناس كيقول لنا كيفاش غندخلوا الجمعيات يلا. الوغ حنا كنديروا لي بورت زوفيرت دائما كل شهر سبتمبر وشهر اكتوبر، وحنا دابا كاين في لي بورت زوفيرت كنديروا، يعني كنستقبلوا الشباب اللي عندهم طموح، كنديروا دي ستاج دي فورماسيون. من هاد لي ستاج دي فورماسيون كنديتكتيو دي جون تالون، الناس اللي عندهم واحد الملكه او موهبه التمثيل، او نقدروا نلقاو عندهم موهبه التنظيم اللي كنت هضرت عليه، او لقاو عندهم موهبه الرقص او الغناء. يعني حنا كنديريجيوهم سواء كيدخلوا لك النادي المسرحي، سواء كناخذوهم في الفرقه المسرحيه اللي عندهم شي موهبه دي زوينه باش انهم ينتجوا مسرحيات، وكيدوزوا تيديروا اون فورماسيون على طيله السنه، يعني كيخدموا لا فوا ديالهم، لا كونسونتراسيون ديالهم، لا بريزونس ديالهم، لا كومونيكاسيون ديالهم. من بعد كيديروا مشروع مسرحيه اللي من خلالهم كنكتشفوا دوك المواهب اللي يقدروا يمشيو يبدعوا ويولوا ممثلين، او كنكتشفوا ناس اللي ممكن يكونوا هما منظمين ديال الانشطه اللي كنظموها حنا نيت. الاستضافة ديالنا لهاد الشباب هادو والاحتضان ديالهم في مختلف الفنون وخصوصا المسرح كيمكننا من اننا نخلقوا واحد الشريحة شبابية متميزة، وكنخلقوا واحد الرقي، وبالاخص كنشتغلوا في مجال المسرح بواحد الشكل اللي هو متميز واللي كيخلي ان المركز يستقبل واحد اعداد كبيرة متميزة من
مختلف مناطق الجهة، وفي واحد الفورماسيون اللي هي أساسية ومهمة سواء في إطار التكوينات المستمرة على مدار الأسبوع، ولا كذلك استضافة مجموعة من المكونين المسرحيين دوليين أو وطنيين أو محليين. هي دعوة الشباب أنه ينتج، أنه يطور من الذات ديالو، من الكفاءة ديالو، ويخرج يشوف يعني عوالم أخرى ديال المسرح. دعوة من القلب باش يرجع المسرح الأكادير بشبابه، وباش نضفيو على هاد الأماكن وهاد المسرح الكبير والهواء الطلق، ما نخلوهش فقط بناية صامتة، ولكن أن تكون فيه الحياة، وأن نعطي للمسرح الوهج اللي كان عنده هذه سنوات، ونتطلع إلى العالمية بشباب المغرب.